الشغف على طول عنوان النجاح. حكايتنا لليوم عن سيدة قدرت تكون الأم والطالبة وتأسس مشروعها الصغير بفترة قصيرة. زرنا بيت نسرين مصطفى لتحكي لنا عن هالمشروع. اليوم حابة أحكي لكم عن موهبتي بالرسم وحبي للرسم. أنا درست فنون بعدها، بس كان عندي الرسم هو له المكان المميز من أكثر شيء تعلمته. بعدها سافرت انقطعت فترة طويلة، بعدها رجعنا، بس خلال هالفترة هي ما وقفت رسم أبدا، كنت كل فترة أرسم شيء جديد. بعدها رجعنا على سوريا على العادية، بالفترة اللي صار فيها الحجر وكورونا حبيت أنه طرحت فكرة أنه أرسم على الإزاز، والكل شجعني زوجي وأولادي قالوا لي رسمة كتير حلو امشي بهيك مشروع. بلشت بمشروعي والناس حبته كتير، طبعا بعد تجارب كتير واطلاع كتير على موضوع الرسم على الإزاز، لأنه الإزاز كتير وضعه حساس، الرسم عليه بيبقى غير الرسم على الورق، وأنا من قبل كنت أرسم على طول على الورق، فكان في شوية صعوبات كمان بتأمين المواد الأولية هون اللي بتكون نوعيتها جيدة واللي بتقدر تقدميها للناس. طبعا صار بيجوني طلبات اللي بيحب شيء معين بيعطيني اياه انه ارسم لي اياه على الطلب، او ممكن انا يقول لي افكار وانا يعني صمم له شيء مناسب للمناسبه اللي هو حابب ياخذها الهديه لها. بعدها حبيت انه اعمل دورات تدريب رسم، تطريز، شغل سيراميك، كمان دخلت مجال انه هالسنه تصميم الازياء للاولاد، للاطفال، للصبايا الصغار. أنا عم بدرس ثالث سنة كلية التربية، حابة إنه لما بخلص وظف الرسم بشي بخص الأطفال وطور من مكان التدريب للصبايا وخلي بإيدهم شغلة يعني تساعدهم بهالظروف اللي نحن عايشين فيها، وعلمهم كيف يحب الرسم، لأنه هيدا الرسم ممكن يكون بالأيام لإلهم باب رزق. وحابة يكون عندي محل هدايا يكون مميز، يكون غير المألوف، وأي شيء بحبه أي حدا يلاقيه وكل الأفكار ممكن تتنفذ. ريشة وألوان وإيدين سيدة قدرت تستغل موهبتها بالفن لتبدأ خطواتها الأولى بالنجاح. وهي كانت الحكاية لليوم.